برعاية وزير السياحة، أطلقت الفعاليات الثقافية والسياحية في حلب حملة واسعة لترشيح حلب كمدينة مبدعة ضمن منظمة اليونسكو في إطار احتفالية نظمتها مديرية السياحة بالتعاون مع مديرية الثقافة احتفاء بيوم التراث السوري. حلب هذه القلعة الصامدة، حلب عاصمة الفن، حلب المتجذرة بالأرض، وحلب أيضا هي أصبحت عاصمة للشهداء. ستبقى حلب كما كانت كل سوريا رمزا لهذا الصمود الأسطوري الذي حققه أهلها، وكما الجيش العربي السوري ينتصر على كافة الجغرافيا السورية، فيجب أن يكون هناك استناد للثقافة والفكر لتعزيز هذا الصمود الأسطوري. تم إطلاق حملة التشجيع لحلب ضمن مدن المبدعة، وهذه الفعالية اليوم هي بداية حملة حلب المبدعة. هذه الفعالية تضم المعرض ومن ثم في حفلة غنائية بحدود الحلب، ونحن كمحافظة حلب سنستمر في إحياء الفعاليات إلى حين تشجيع الحلب ضمن مدن المبدعة، لأن الحلب تستحق منا الكثير. نعيد الألق للتراث السوري من خلال عدة فعاليات تبتدئ في حديقة شهباء حلب بفرقة تراثية، هي الفرقة النحاسية وفرقة الكشاف، حيث سيتم رفع العلم السوري والنشيد العربي السوري والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين ضحوا لهذه البلد. بنأكد هاي الرسالة، والحمد لله العام الماضي كنا عم نحتفل بهذا اليوم تحت القذائف، اليوم نحن عم نحتفل فيها تحت ظل ورعاية الأمان والسلام ورعاية قائدنا وبهمة جيشنا وبواسلنا ونسورنا. نحن عم نحتفل بأمان لنثبت للعالم كله من حلب إنه حلب وسوريا حية لا تموت، وتراثها مستمر للأبد ولكل يوم ولكل لحظة، ورح نكمل رسالة أجدادنا. تضمن الحفل عرضاً موسيقياً لفرق الكشافة تلاه افتتاح معرض للفن التشكيلي شارك فيه 25 فناناً تشكيلياً، حيث حاكت اللوحات المعروضة الواقع الحياتي واليومي إضافة إلى تاريخ وحضارة مدينة حلب. إن شاء الله يجعلوا عيد على كل الوطن وعلى أرجاء الوطن جميعاً، واليوم إن شاء الله يعني التجديد السياحة إن شاء الله في هذا البلد الجميل، وإن شاء الله يعني نحن نتمنى يكون كل الوطن بخير وسوريا بخير، وإن شاء الله دائما ينعاد هذه الأعياد تنعاد علينا وعلى كل الأمة العربية إن شاء الله بألف خير. تتزامن هذه الفعالية مع إطلاق حملة واسعة لترشيح مدينة حلب كمدينة مبدعة في مجال فن الموشحات والغناء والموسيقى والفلكلور، وهو ما يميز حلب عن كافة المدن في العالم لعراقتها وأصالتها في هذه الفنون.